خلف القضبان الحديدية، أجساد غضة عانت مرارة الاعتقال دون ذنب أو تهمة. بجريرة آبائهم اعتقلوا وعذبوا وقاسوا أشد ما يمكن أن يمر على الإنسان من ظروف، فما بالك بطفل. منهم من ولدوا داخل السجن وحرموا نور الحياة، أو أبعدوا عن أمهاتهم وحرموا الرضاعة، ومنهم من كبروا داخل السجن لتتخزن ذاكرتهم بظلال وحوش ترافقهم حتى بعد خروجهم. جهات حقوقية عدة وثقت ارتكاب معظم أطراف الصراع السوري جريمة اعتقال الأطفال وتعذيبهم دون مراعاة شروط الاحتجاز التي تحافظ على جزء من كرامة الطفل وتراعي جسده الهش. وحتى في المياتم ودور الرعاية يعاني أطفال المعتقلين معاملة تمييزية عن غيرهم من الأطفال، ويصنفون بحكم المختفين قسرياً. آثار نفسية وجسدية عميقة ترافق الأطفال طوال فترة احتجازهم وحتى لبقية حياتهم ما لم يتم معالجتها، كالعزلة والخوف والعدوانية وضعف التركيز، إضافة لسوء التغذية ونقص النمو والتهابات قد تؤدي إلى الوفاة.